يعتبر موضوع نفقة الزوجة من أهم الواجبات التي يجب على الزوج أن يوفرها لزوجته، ويلاحظ مدى أهمية هذا الموضوع في المحاكم الشرعية الفلسطينية، إذ لا يكاد يخلو يوم من رفع عدة قضايا متعلقة بنفقة الزوجة. ويتضمن قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني لعام 1976 نصاً واضحاً وصريحاً في هذا الموضوع، حيث أن قضاء النفقة من أهم القضايا الموجودة في المحاكم الشرعية، لكثرتها لا يخلو يوم إلا وهناك قضايا نفقات كثيرة متنوعة ومختلفة ومتعددة من خصم إلى آخر. ونظرا لأهمية هذه القضية، فقد نظمت دائرة القانون في كلية الحقوق والإدارة العامة في جامعة بيرزيت محكمة صورية حول موضوع دعوى النفقة بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء الشرعي الفلسطيني. وتمثل المحكمة الصورية نموذجاً تطبيقياً للمحاكم الحقيقية، حيث يقوم طلاب دائرة القانون خلالها بممارسة أدوار تمثيلية، وذلك لإثرائهم بالمهارات والأساليب القانونية قبل دخولهم معترك الحياة العملية. دائرة القانون في كلية الحقوق والإدارة العامة بجامعة بيرزيت تسعى جاهدة إلى دعم الطالب بالمعلومة العملية بالجانب العملي والتطبيقي في مختلف الموضوعات القانونية التي يتناولها الطالب، ومن ضمن هذه الموضوعات يأخذ الطالب قضايا الأحوال الشخصية. لفت انتباهنا كثرة القضايا الموجودة في الساحة العملية في هذا الموضوع، الإشكاليات الاجتماعية وراء موضوع النفقة، فكان هناك توجه في الدائرة لعقد محاكمة صورية في موضوع دعوى النفقة. المشاركون في الفعالية لم يخفوا أهمية مثل هذه النشاطات، لا سيما وأنها تمس حياة الإنسان بشكل يومي. وأول مرة أكون موجودة قدام 12 قاضي من أكبر القضاة في المحاكم الشرعية، فبالنسبة لي اللي صار إنه إحنا أنجزنا إشي هون في المعهد، وبظن إنه أنا سمعت التقييم إنه كان إجمالاً جيد يعني. 300 دينار أردني، على أي أساس قدرتوها؟ وتعتبر هذه المحاكمة الصورية الثانية التي تعقدها دائرة القانون في جامعة بيرزيت، ومن المتوقع أن تعقد محاكم أخرى خلال الفترة القادمة حول قضايا جزائية ومدنية. إذن هي محكمة صورية هدفها مساعدة الطلبة المقبلين على التخرج وتقريب واقع المحاكم الشرعية لهم حتى وإن اختلفت الظروف والشخص. من أمام معهد الحقوق في جامعة بيرزيت، شيرين الفار، تلفزيون القدس. القدس.com